أهلا بكل متابعين فيتو. سنة 2024 السنة الجديدة اللي كل الناس مستنياها، الحقيقة هتكون مليانة بالتحديات بس كمان مليانة فرص. بس المهم ان احنا نكون مستعدين، ان احنا نكون اكثر انفتاحا على الاخرين، ما نقفلش على نفسنا، نكون مستعدين نتصرف بإيجابية خلال السنة الجديدة، ونفتكر ان كل تحدي هو ممكن يكون فرصة جديدة لينا للنمو وللتغيير. مواليد الأسد سنة 2024 هي سنة الحركة والدعم بالنسبة لكم. من أول يوم 21 يناير لغاية يوم 21 سبتمبر بلوتو هيكون في مواجهتكم، وده ممكن يعني يجبركم انكم تعملوا تغييرات في حياتكم الاجتماعية او المهنية او حتى حياتكم العاطفية. بس من أول 26 مايو هتكون علاقتكم باللي حواليكم هايلة، وكل حاجة ممكن تتحسن جدا معاكو ابتداء من يوم 26 مايو. لو بصينا على الحياة العاطفية هنلاقي انه المتجوزين في اول 3 شهور من السنة ممكن تكونوا بتميلوا للعصبية مع شركاء الحياة، بتميلوا للتمرد والعند، فحاولوا انكم تهدوا بس ردود افعالكم شوية وما تتسرعوش في الغضب وما تصعدوش اي مواقف خلال الثلاث شهور الاولانية من السنة، لان بعد ما يعدي ان شاء الله الثلاث شهور هتلاقوا نفسكم استعدادكم للتسامح احسن، عندكم مرونة اكتر، فحاولوا ما تصعدوش اي مواقف لغاية بس ما الثلاث شهور الاولانيين من السنة يعدوا، لانه ابتداء من يوم 1 ابريل او من اول شهر 4 كل حاجة هتمشي احسن ان شاء الله. هيبقى عندكم رغبة اصلا في الحب، هيبقى عندكم طاقة عاطفية هايلة، وهتغيروا، عندكم استعداد انكم تغيروا طريقتكم في التعبير عن مشاعركم، وهيبقى عندكم رؤية اوضح للطرف الاخر، لشريك الحياة. فيعني ممكن التغير ده والتحول ده في شخصيتكم حتى ممكن يفاجئ الطرف الآخر، لأنه هيكون تطور إيجابي وتغيير إيجابي إن شاء الله. يعني القاعدة اللي لازم تكونوا ماشيين عليها السنة دي إنكم أي حاجة مضايقاكوا عبروا عنها بس بهدوء وبدون مبالغة في الغضب أو مبالغة في الانفعال، وكمان ما تبالغوش في شعوركم بالندم والمرارة. حاولوا بس تعبروا عن مشاعركم بهدوء علشان يبقى فيه وسيلة للتواصل أهدى مع شريك الحياة. بس هو من أول شهر 4 هيكون عندكم القدرة أنكم تعبروا فعلا بطريقة ألطف، وهيكون ده مجال أنه يكون فيه تفاهم أحسن مع شريك الحياة. إذا كنتوا مش مرتبطين بقى، بشوف أنه السنة دي يعني ممكن يبقى عندكم رغبة في انكم تدوروا على علاقة عاطفية متوازنة، يعني بتميلوا خلال سنة 2024 انكم تكونوا واضحين، تظهروا بشخصيتكم الحقيقية، تقولوا مشاعركم اللي في قلبكم بوضوح، وتسمعوا كمان كويس للجنس الآخر او للطرف الآخر. يعني باختصار انه استعدادكم للتواصل في سنة 2024 موجود، وهي دي الطريقة اللي انتوا عايزين تبنوا عليها، تبنوا على اساس قوي اي علاقة بتدخلوا فيها، وده شيء رائع. هو الوضوح اهم حاجة في اي علاقة انتوا بتدخلوها، وهو ده اللي بيحرككم خلال السنة دي في سنة 2024، ان انتوا تتواصلوا بوضوح مع الجنس الاخر. في كمان حاجة، الظروف بقى ممكن تتطرقوا ليها او تتعلموها خلال السنة دي، الظروف هي اللي هتخليكوا تتعلموا انكم تتخلوا شوية عن
التعالي والشعور بالعظمة. يعني دايما مواليد الأسد عندهم شوية اعتداد بالنفس أكتر، بس الظروف ممكن تخليكوا عندكم استعداد يعني تتواضعوا شوية وتتخلوا شوية عن شعوركم بالتعالي وبالعظمة. كمان ابتداء من يوم 26 مايو المشتري هيدخل منزل الأصدقاء، ففي الوقت ده ممكن تتحول علاقة صداقة لعلاقة حب. ابتداء من 26 مايو لغاية آخر السنة ده وقت ممكن يكون فيه علاقة صداقة تتحول لعلاقة حب إن شاء الله. ده بالنسبة للحياة العاطفية. أما بالنسبة بقى للشغل وللفلوس، فبشوف إنه من أول السنة لغاية يوم 25 مايو ممكن يبقى فيه ضغوط كتير في الشغل، بما انه المشتري السنة بادئة والمشتري وأورانوس الاتنين في وضع معاكس معاكو، فيعني في احتمالات انه يكون فيه ضغوط، مكائد، ناس بتستفزكو. لكن كل حاجة ممكن تتغير ابتداء من يوم 21 ابريل تقريبا. يعني أشوف أنه من التاريخ ده في حاجات كتير ممكن تتغير تدريجيا، مش هقول أنه بين يوم وليلة الدنيا ممكن تبقى هايلة، لكن تدريجيا ابتداء من 21 أبريل حتى لو في اضطرابات في الشغل أو في يعني ناس بتضايقكم أو عقبات، هشوف أن ده هيقودكم أنكم تروحوا لمسار جديد او تكرروا وتمشوا في مسار جديد يكون افضل ليكم. ومن اول بقى 26 مايو لما المشتري يتنقل لوضع داعم، الضغوط دي ممكن تنتهي تماما وتقلبوا صفحة الماضي وترموها ورا ظهركم، فما تقلقوش. حتى لو السنة بدأ بشوية ضغوط، لكن هتلاقوا بسرعة بالذات ابتداء من يوم 26 مايو بسرعة هتعرفوا تقفوا على رجليكم من جديد وتكونوا أقوى كمان من الأول، وتستعيدوا نشاطكم وإصراركم وروحكم القتالية وحبكم للحياة وشغفكم بالحياة. في الوقت ده يعني إن شاء الله مفيش حاجة هتقدر تقف في طريقكم، عندكم منتهى الإصرار، عندكم إرادة قوية، وتقدروا إنكم تمشوا في الطريق اللي أنتوا رسمينه من غير قلق ومن غير خوف إن شاء الله. دي كل الحاجات اللي أقدر أقولها لكم بالنسبة للحب وللشغل والفلوس السنة دي. بس خدوا بالكم من حاجة مهمة الحقيقة، إنه بلوتو في مواجهتكم من أول 21 يناير، فده يتطلب منكم انكم دايما تكونوا منتبهين لحقوقكم، تكونوا يقظين انكم ما تدخلوش في اي مغامرات او توقيعات عقود مش مدروسة. فلازم بس طول الوقت تكونوا محافظين على حقوقكم، منتبهين لحقوقكم، ما تغامروش لا في الفلوس ولا تدوا ثقة لحد ولا تغامروا في توقيع الأوراق والعقود. بس تاخدوا بالكم من النصايح دي، هتلاقوا انه ان شاء الله السنة تكون كويسة، وكل سنة وانتوا طيبين.